هتكلم مين برا؟ الوقت الليل قوي، وكمان ده معاد عشاء. أيوة، بس ده كان العشار. هو قال إنه عايز يكلمنا في موضوع مهم، بيقول إنه موضوع مدهش جداً. إيه؟ بسرعة كده؟ ما إحنا لسه دافعين الضرايب من كام شهر بس، عايزنا ندفع تاني؟ قولي جايلنا البيت تاني ليه؟ المرة دي مش هيجي عشان يلم فلوس مننا، لكن هو جاي علشان يدينا فلوس. ليه؟ معقولة؟ بس غريبة قوي إنه يعمل كده. أنا كمان اتفاجئت، لكنه حكالي قصة غريبة جداً. من كام يوم يسوع كان بيمر على مدينة أريحة، وكان زكا هناك، زكا العشار الغني قوي. كان بيحاول إنه يشوف يسوع، لكنه كان قصير وما كانش شايف من الزحمة، ولأنه عارف إن يسوع هيعدي من الطريق ده، جري بسرعة جداً وطلع على شجرة جميز علشان يشوفه. ولما يسوع عدى من جنبها، بص فوق لزكا. يا زكا، انزل بسرعة لأني هزورك في بيتك النهاردة. وبسرعة زكا نزل ورحب بيسوع وهو فرحان. لما الناس شافوا ده بدأوا يقولوا في غضب، الراجل ده بيسبب لنا مشاكل وما حدش بيحب يقرب منه. لكن ليه يسوع هيبات في بيته هو؟ أثناء الأكل زكا وقف فجأة وقال لي يسوع: يا معلم، أنا عارف إني إنسان خاطئ، أنا ارتكبت أخطاء كتير قوي. اسمع يا معلم، أنا قررت إني أدي نص أملاكي للفقراء، ولو في حد ظلمته أو خدعته أنا حرد له 4 أضعاف فلوس اللي أخدتها. النهاردة الخلاص دخل للبيت ده، لأن هو كمان الله بيحبه، لأن ابن الإنسان جه يدور على التايه ويخلصه. أيوة، زكا بدأ يوزع نص ممتلكاته، وكمان قال إنه عايز يساعدنا. أنت مصدقة؟ إداني كيس مليان فلوس كتير. إيه؟ دي فلوس كتيرة جداً. الكيس ده فيه فلوس أكتر من اللي بنكسبها في سنة كاملة. إحنا هنعمل إيه بالفلوس دي كلها؟ أولاً هنسدد كل الديون اللي علينا، وبعد ما نعمل ده أنا متأكد إن ربنا هيبقى عايز مننا إننا نساعد الناس بشوية من الفلوس دي. تعالي ندور على المعلم المميز اللي اسمه يسوع، لأن في اعتقادي إنه لو يسوع علم شخص زي زكا صفة الكرم، يبقى لازم نعرف إيه تاني ممكن يعلمه لنا، يمكن نتعلم منه الحكمة ونتغير إحنا كمان.